ما بعد التراويح، نقرشة ما بعد التراويح كتير مهمة أنا بلاقيها. يعني أنا صار مو غلط أبدا حط حزين كبار بطيخ وآكلهم، آخذ مواد فيها بوتاسيوم. من أهم المواد اللي فيك تتفنن فيها هي العناصر اللي فيها البوتاسيوم بهيك مرحلة. أنا بقول طابة البوظة مو غلط بهيك فترة، بس يا جماعة انتبهوا من الحلو العربي تبع الأشايط هلا بهالفترة هي وهالحرارة العالية وهالأمور. قطعة نمورة هالقد قد ما في مشكلة، إنها حرق المادة النشوية والدسمة بتيجي بشيء ساخن وشوية معلقة خل. حتقولي لي حتنزعي لي طعم التمي هلا بالخل، حيلحقني بعد المغرب وحيلحقني، بقول له معلش يا أخي هلا أنت استمتعت فيها، خذها وخذ بعدها مي شوي. ما كترت خذ الخل، ما كترت قطعة ما حيصير عليك شيء. مع فنجان قهوتك ركزت قعدت ريحت بدنك شوي، اللي هو في ناس بتنام في ناس ما بتنام. هلا فترة المغرب مع السحور كتير متلاصقة، في ناس بتحسها مو حرزانة. هذا الفترة هاي انت بقى استغل امورك، انتبه من النقارش اللي فيها المواد النشوية والصوديوم، هاي اللي بتعمل عطش. يعني المكسرات، الموالح، الشبسات، البوشارات. انا البوشار يا جماعة مو من الناس المعجبة فيه بانقاص الوزن، انا معجبة فيه بزيادة الوزن. وهي معلومة خاطئة اللي بيقول لك البوشار بينزل وزن، البوشار اساسه درا، ونحن بحمياتنا كل شيء درا بيزود وزن، مشان تنتبهوا على هالموضوع هذا. السحور اللي بينقص لك وزنك يا اخي، انتم بس سجلوا عنكم هدول الشغلتين بس. عنكم عندي مكعبات ثلج تنضرب بالخلاط مع دراقتين وموزه وبردقانتين، هذا غني جدا بشيء اسمه البوتاسيوم. هذا المشروب بصير مثل السلاش كثير طيب، بتضل اخر لحظه بالمغرب لا لك جوعان ولا لك عطشان ومركز بشغلك. اكثر من 100 واحد متسحر جبنه وبطيخ وزبده ومعود ومندوس كمان. هذا الشيء اللي انه قليل الحجم كبير المفعول. السحور الغني بماده اسمها البوتاسيوم هو اللي ما بيعطشك، صدقني اهم شيء هلا بتلوب عليه هلا بفترات هاي الحراره المي. يعني هاي اللي بتفقد لك تركيزك، انت تسحر شيء فيه بوتاسيوم، شو هذا الشيء بوتاسيوم؟ الدراقين، البردقان، الموز، هلا الاناناس كثير غالي ببلادنا هلا، بس هلا في موسم دراق. هلا بيقولوا لي الموز غالي، بقول لهم ايه الموز غالي، اللي ما بيقدر على الموز بياخذ بردقانتين ودراقه واحده. التمر كله بوتاسيوم يا جماعه، كثير التمر مهم بفتره السحور حتى يطري امعائك. الناس اللي بتعاني من مشاكل امساك وبتزداد بحاله رمضان لانه ما عاد صفي مي، نشرب لنا كل ساعتين كاسه مي، كل ساعتين كاسه مي. والنقطه الثانيه امر الدين رائع على فتره السحور. انا بقول كمان المشمش، المشمش والجبنة، يعني نحن بنقول الجبنة والبطيخ، أنا بلاقي المشمش أفيد مع الجبنة بفترة السحور. المشمش كله بوتاسيوم، البطيخ حاول تحطه بعد التراويح. البطيخ بيعمل تخمة، انتبه خاصة إذا فات مع شوية أكل. أنا بحب البطيخ لحاله لأنه نسبة سوائله عالية جدا وفي سكريات.